يرتكز صميم أعمال شركة ميكهام على تنفيذ عمليات إزالة الألغام، تطهير مناطق المعارك تجارياً في كل أنحاء العالم بتكلفة معقولة. وقد اكتسبنا الكثير من المعرفة عن الثقافات المختلفة من خلال تنفيذنا العقود الماضية، مما أعطانا خبرة وفهماً فريداً للناس والتقاليد وللثقافات، وما يمكننا توقعه في دول مرت بالحروب. وفي فترة السنوات التي قامت أثناؤها شركة ميكهام بعمليات إزالة الألغام وتطهير مواقع المعارك، تم تطهير ما يزيد عن 120 مليون متر مربع من الأراضي، وتدمير على ما يزيد عن 60 ألف لغم وذخيرة حية. تحتاج كل عمليات إزالة الألغام إلى القدرة على إزالتها يدوياً، وتبقى عملية إزالة الألغام يدوياً هي أكثر الوسائل فعالية في هذا المجال، بالرغم من كونها مكلفة وبطيئة، إذ يمكن التعويل عليها بالكامل. سوف يرتدي خبير إزالة الألغام يدوياً معدات الحماية الشخصية ومعدات إزالة الألغام يدوياً، وكاشفاً عن المعادن أثناء تأديته للعمليات. ستتم العمليات وفق إجراءات التشغيل المعيارية لشركة ميكهام، كما ستتم مراقبة خبراء إزالة الألغام من قبل قادة فريق إزالة الألغام يدوياً. يجب أن يشرف على تدمير كل الألغام التي تكتشف في موقعها خبراء شركة ميكهام بأجهزة الذخيرة المتفجرة، والمدربين جيداً على المستوى الثاني والثالث والرابع. لدى شركة ميكهام سجل طويل لاستعمال الكلاب بالمفهوم التقليدي، وتلعب الكلاب في معظم عقود الشركة دوراً مهماً للغاية في الكشف عن الألغام والأجهزة المتفجرة الأخرى. لدى الشركة مجموعة كبيرة من الكلاب المدربة وعدد من المستخدمين لها ذوي الخبرة، كما يمكن للشركة أن تتغلب في فترة قصيرة على أي نقص في القدرة بتدريب كلاب ومستخدمين إضافيين. يقوم هذا التدريب مدربون خبراء في مجالهم ويستعملون في ذلك المرافق الممتازة المتاحة. لذلك بمكتب شركة ميكهام الرئيسي في بريتوريا، تفخر شركة ميكهام بشدة بكونها تملك فرقا معتمدة في دول مختلفة لكلاب كاشفة عن الألغام. وعادة يتم استعمال كلاب الكشف عن الألغام كوسيلة متكاملة في دعم التالي: أولاً، أنظمة ميكهام للاستكشاف المركب على المركبات. ثانياً، آلات التطهير الميكانيكي. ثالثاً، عمليات إزالة الألغام اليدوية. من حسن حظ شركة ميكهام إنها تستطيع استعمال مجال واسع من آليات التطهير أثناء الإجراءات المتعلقة بالألغام وعمليات تطهير منطقة المعارك. آلات التطهير الميكانيكي المستخدمة هي مدرسات من M4 وبوزيانا 4 الصغيرة، آلة ميكهام لقطع النباتات، مركبات مضادة للألغام بها عجلات وإسطوانات حديدية، آلات مضادة للألغام لتجهيز الأرضية. تشكيل كل هذه الأنظمة جزء من مجموعة معدات شركة ميكهام، وسيتم استخدامها بمنهج متكامل بحيث تكمل أنظمة غيرها وتمد العميل بأفضل الحلول لمتطلباته المحدودة.